لنعمل كيكة المكسرات الخالية من الطحين رح نحتاج لنص كوب من زيت شعبان وكوب سكر الأسرة، وبدنا 4 بيض، معلقة صغيرة فانيلا، كوب من المكسرات المطحونة، لوز، فستق حلبي وجوز، بدنا نص كوب حليب مبخر، نص كوب جوز هند، 2.5 كوب من الشوفان، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من البيكنج سودا. هلا انا بدي اطحن هدول اول شيء. هلا لما تطحنيهم ديما الناعم زي اللي طحين يطلع. ليه؟ لانه انا بدي اعطي قوام للكيكه من الشوفان ومنهم. عرفتي شو قصدي؟ والشوفان بتطحنيه؟ لا الشوفان ما بطحنه. لا 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 عادي بتقدري تطحنيه بس انا لا ما بطحنه. اوكي روان، اذا هلا صار عندنا المكسرات جاهزين. وهون عندنا البيض طبعا. هلا بس بدي اعير اول شيء، بدي احط الزيت. الزيت قلنا 1/2 كوب، طبعا مستعملين زيت شعبان، والحلو فيه انه هذا زيت عباد الشمس، فانا بفضله عن زيت الذره الصراحه. زيت عباد الشمس يعني صحي اكثر، وانا من زمان قولي بطبخ بيه زيت عباد الشمس. ولكن استخدمنا احنا من زيت شعبان. وهون عندي كوب من سكر الاسره برضه. انا بستخدم منتجاتهم. سكر الاسره ببيتي. نعم. بحبه. هي كوب، ما رح استعمل خلاط، رح اعمله على الايد. الله بعين. يعني سكر وزيت لهلا، سكر وزيت يعني دايماً. هلا احنا مع شعبان. لهلا شعبان، احنا كيكه شعبان. شوفي دائما المواد الدهنيه لازم نخفقها اول شيء مع السكر بالكيكس، مش بكل الوصفات بس في معظم الوصفات. ليه زي هاي لازم يعني زبده او زيت او وات ايفر نحط اول شيء مع السكر. اوكي. طيب هلا البيض رح انزله تدريجيا وحده وحده، وبما اني بديت احط البيض رح احط الفانيلا. اذا بيض فانيلا خلينا نحط الفانيلا بالضبط. كثير سهله، وصفة بسيطة جدا جدا. حتى قعدت افكر بعد ما خلصتها انه ازينها كريمة، اعملها كريم تشيز، قلت بدي اخليها بسيطة. هلفي. اي ست بيت تقدر تعملها على السريع وياكلوها الاولاد وتكون يعني زي ما قلتي هلفي وسريعة. صح. هلا هون عندي 1/2 كوب من جوز الهند، برضه بيعطي نكهة كثير طيبة وبعطي قوام على فكرة. انت عم تحطي الاشياء اللي فيه لها بالضبط تعطي قوام للكعكة. هون رح احط بيكنج باودر، بيكنج سودا ورشة ملح. حتى بالحلويات بحط رش، دائما بيعطي اولا اي شيء مخبوز بتحطوا له ملح بيعزز النكهة وبيظهرها اكثر. والله يعني شيء بسيط، مش انه معلقة ملح يعني رشة هيك بالايد. رشة صغيرة رح احطهم على الشوفان الجافة عشان يختلط مع الشوفان. يا عيني صحتين تيم. ما بتعرفيني على قلبك. شكرا. إلا القهوة. كله إلا القهوة دخيلكم. نحلي في قهوة في الدنيا. جديد الشاي بالحليب حبيت أنا. هيك اتفقنا بإشي. لا شوفي يعني القهوة طبعا نمبر 1 عندي. يعني بعشقها بكل أشكالها، بس بقولك الشاي إلى وقته، خصوصا هلأ لما بتبدأ هيك تشتي الدنيا. عشتها اسمعي كاسة الشاي هاي لا تعوض بعد الظهر صراحة. جد رائعة. هلأ المكسرات صراحة بدي أعير، مش هيك أنا حعيرهم على النظر، أنا بدي كوب. فانتوا بعد ما تطحنوهم تقدروا تخلوا الباقي بالثلاجة عادي لو كانوا زيادة، واكشلي هم هدول كوب بس على فكرة. ولا وإذا ضلوا بزيادة تعرفي ايش ساكنين فوق ايش؟ كمان شوفي بتقدر فوق ليالي لبنان. طبعا فوق المهلبية اللي بحبه مطحون. أم علي يلا حطوها فوق أم علي. اسمعي أنا صرت أحبه عن جد، اللي كان يحط مكسرات مش مطحونة جربوا حطوا المطحون فوق ليالي لبنان أو فوق المهلبية أو فوق أم علي. هلا انا بحط فستق دائما يعني مطحون. لا بس برضه بس اللوز كمان بيطلع زاكي كثير. شحي اسمعي كثير زاكي بيطلع. انا بطحنهم كلهم، بطلت احط اشياء كثير بسيطه. فاذا بدك تاخذي تعليقات خذي لانه تقريبا خلصنا. اذا في كمان ام عهود القنب كمان صباح الخير، احلى مذيعه وملكه الشفات ديما حبيبتي السوله شكرا لك. سجى محمد كمان يسعد صباحكم يا رب مثل العاده منوره ديما حبيبه قلبي الله يخليك. وثريا مهاجنه صباح الخير شكرا لك يا ثريا. وهيا ابو النجا صباح الخير وسلامي لديما وانعام العلاوني احلى مذيعه واحلى شف. ما احسنكم احلاكم انتم هالحكي الحلو. والله مرام الرياحنا يعني شوفي ما شاء الله، شوفي قد ايش صرنا قارئين تعليقات كلهم عن جد تعليقاتك ايجابيه عن جد. بنشكركم من السلبيه قلبنا. شفناها على السوشيال ميديا امبارح دخلكم محدش حط اي شيء سلبي، بتابعوا دنيا دنيا عن الحمد جد لله. احلى ناس الحمد عن جد لله. احلى ناس يعني الله يحميكم كلكم ويبعث لكم ايام حلوه قد ما هيك بتفرحونا بكلامكم عن جد. امين الحلو. طيب بس بدي احكي عن القالب اللي مستعملته. انا مستعمله قالب تشيز كيك حتى يسهل فتحه، يعني اسهل انه لما بدي اطلع الكيك وبطنته من تحت بورق الزبدة عشان بس تكون أسهل إنها تطلع، خصوصا إنه ما فيها طحين ما تلزق ما فيها زبدة، يعني إنه عشان تضمني إنها تطلع معك بسهولة. أوكي هلأ بتحطيها في القالب. أوكي
هلا كمان شغله انه مندخل هاي الكيكه على فرن حرارته 180 درجه لمده اخذت معي تقريبا من 25 ل 30 دقيقه. بس بدي احكي ملاحظه كتير مهمه. هلا الكيك اول ثلث ساعه لما تدخلوه على الفرن عادي بتخلوه على الحراره المفروضه يعني تكون 180. موجوده. هلا بس يمرق 20 دقيقه وبتقدري تفتحي عليه. احنا بنعرف انه ما بصير نفتح قبل ما يمرق 20 ل 25 دقيقه. اذا فتحتوا عليها وحسيتوها انها احمرت من فوق ولساتها شوي نية من جوا، بعمل ايش بعمل دائما؟ بوطي حرارة الفرن وبرجع بغلفها بالفويل وبدخلها، فبترجع بتستوي على روائتها. بس المهم تكون نفخت واخذت الشكل الاول اللي بدك اياه، عرفتي؟ هذا اهم شيء. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوا تشتركوا بالقناة حتى يوصلكم منا كل شيء جديد.